أنا مصدق بنوب. أكيد في مقلب بالنص. أكيد مرتك الأولانية والثانية عم يدبرونا الشغلة اللي تروح فيها. جنس حوا وبعرفوا لك لك عم قلك راح أتجوز آخر الشهر. العمى. العمى بقلبك. لك حدا بيقول العمى عجوازة؟ لك أنا من شانك خايف تغرق وما تلاقي قشة تتعلق فيها. أنا هلا جنبك وعم نورك. بكرة بتدور علي ما بتلاقيني. كسبني، استغلني. شو يعني راح تموت؟ فال الله ولا فالك. أنا ما بحب سيرة الموت. لك سيدي أولتها وآخرتها بدنا نموت. إن شاء الله غير الموضوع. ماشي. شو صار معك بالنسبة للمصاري؟ المصاري؟ لا. هدول بدك تطول بالك عليه شوي. حاكم الأولاد وأمهم هالكني بطلباته. هالكينك بطلباتهم وشاري قميص جديد؟ لا شو جديد؟ لا هذا قميص قديم. قديم؟ والسعر لساته عليه؟ شو الحكي؟ فرجيني. في حريقة حريقة مرتي تغسل الأواعي على عمياني بدون ما تشوفهم. لف إبراهيم قميصك هذا مو مغسول. هلا نحن بجوازتك الجديدة ولا بالمصاري اللي بدك إياهم مني؟ إيه هدول لازم نسامحنا فيهم كرمال جوازتك الجديدة يعني. بالله مو أنا اللي دخلت الفكرة براسك؟ إيه لا يا فهيم، هالفكرة موجودة براسي من زمان بس أنت حركتها نكشتها يا درصان. المهم هلا لوين وصلتوا؟ يا سيدي المساء أمي رايحة لعند الخطيبة منشان تتفق معها. آها معناته لازم تشتري بيت جديد. طبعا لازم اشتري بيت وافرشه. بكرة متواعد أنا وأبو سمير عند كاتب العدل، بفرغ من المحل وبقبض حقه وبوشي على المكتب العقاري يلي بحارتنا منشان يلاقي لي بيت. ويا ترى حق المحل بكفي تشتري بيت وتفرشه؟ طبعا لا، بس رح أدبر حالي بالدنيا.
وين قلت لي بدي اشتري البيت الجديد؟ بنفس حارتنا. لا اوعك اوعك تقرب لزيت العمار، اوعك. لا ابو قاسم لا، انا بعرفك اوعى من هيك كثير، لازم تاخذ بيت بعيد شوي، لانه اي احتكاك بيناتهم بيولد شراره، والشراره بيجيب النار. بس قلت لك انه التنتين متفاهمين كثير. لك هذا حكي تمثيل، لك بالتاريخ كلياته ما اريد عن ضرتين اتفاهموا مع بعضهم. إيه بس هدول خليني كمل كلامي واسمعني. انت لازم تاخذ بيت بعيد شوي، انا بعرف صاحب مكتب عقاري بيلاقي لك بيت حسب طلبك. ابو دياب صاحب من الروح للروح وكلمتي عنده مقصد تنتين، بيلاقي لك بيت حسب طلبك وباقل سعر ممكن وبدون كوميسيون. انت حق فيه. وين مكتبه هذا ابو دياب؟ وين حارتي؟ بفهم. عنده ضمير؟ ضمير؟ يحدث ولا حرج، عنده ضمير بتوزع على بلد بحالها. اوف اوف اوف، يتوزع على بلد بحالها؟ لك اخي من شاط الطماع، قبل ما تروح لعنده اسال عنه، انه اخي دول معظم المكاتب العقاريه باصحابها بلهموطيه. ايه شو عليه؟ نشوفه. إيه بس قبل ما تشوفه ويشوفك، شوف لي هالغلب اللي بدك تاكله مني. ومين قال لك رح العب؟ يلا تقبريني، بدك شيء؟ تأخر علي الوقت، صار الدنيا ليل. وين رايحة؟ هي الحمد لله أمتي بالسلامة وصرتي تتفتلي، خليني روح شوف بيتي بقى. أمي بالعادة بتقعدي عندي أكثر من هيك، بقى شو القصة؟ ليكون حدا زعجي بناتي جوزي؟ لا أبدا. طيب طالما أختي عم تنبوش بات البيت وأبي رضيان وماله متضايق، خليكي عندي منتسلى سوا الله يوفق. أنا ما عم أتسلى، أنا عم أنسلى، انسلت عافيتي بهالكم يوم اللي قعدتهم عندك. يو شو عملت لك امي؟ شو عملتي لي؟ شو عملتي بحالك؟ انت على اخر الزمان تشتغلي خطابه لجوزك؟ انت تحدي تطقي حنك معها ساعتين وانتو عم تتوتوتوا وتضحكوا، مو ناقص الا تلعبوا طميمه. مشان هيك متضايقه؟ لا تقبريني، لا تتضايقي ولا على بالك. يا امي اذا حبينا بعض احسن ما نكره بعض، العمر قدامنا طويل ان شاء الله. أنا عندي بنات بدي أمن لهم مستقبلهم، هي عندها أولاد خايفة عليهم. إيه بقى ليش لحتى نعيش بحياة كلها هم وغم؟ ليش لحتى الوحدة تركض لحتى تغلب الثانية وتعيشها بغيرة وتنكد عليها عيشتها؟ ليش؟ بالعكس لازم نحب بعضنا، ما بنخسر شيء. لا بالعكس بنربح، المحبة ربح لك أمي. لك أنتِ أنت كنتي هيك؟ آخ آخ لك أمي. الظروف الظروف هي اللي بتخلينا هيك او هيك. ظروفي انا اللي تجوزت من 14 سنه واللي عندي 6 صبايا بدهم يتجوزوا. امي انا ما بدي اقتل الناطور، انا بدي سلتي بلعني. عم دور على العيشه الهنيه يلي ما فيها هم وغم ونكد، ما فيها وجع راس. عرفتي هلا بقى امي ليش هيك بنتك عم تتصرف؟ شو قلتي يا حبيبتي؟ السكوت علامة الرضا. بقبل بس بشرط. قمحة ولا شعيرة؟ قمحة بالصلاة على النبي. البنت شاورت أهلها ورضيوا، إمتى ما حبيت بنروح بنخطبها سوا. إمتى ما حبيت؟ إيه بكرة أمي، بكرة خير البر عاجله. لك أنا أموت. أقعد. طيب شو رأيك؟ خاطرك. يا علاء شو صار له ابني؟ ما شبعت من عيوني؟ طيب احكي لك كلمة. ما بعرف شو بدي اقول لك. انت كنز يا لطفية، كنز حقيقي، كنز ما بيتقدر بثمن. ايه نشكر الله انك مقدرني. مقدرك انت، حتضلي تاج على راسي، انت الاساس يا لطفيه، واللي ماله قديم ماله جديد. خلاص صرت قديمه؟ بعمرك ما حتقدري.
اهلين وسهلين ام يوسف. اهلين مرت اخي. كيفك اخي؟ اهلين اختي. شلونك ام ماجد؟ اهلين وسهلين ام يوسف. طب يا قلبي شو اشتقت لك؟ والله وانا بالاكثر، نورتي بيتك يا ام يوسف. تسلمي لي يا رب. الله يسلمك. تعبتك معي ابو يوسف. رح اقول لك كلمه، مو تحطيها حلقة باذنك، حطيها الطوق برقبتك. قول ابن عمي قول. مرة تانية بتطلعي من البيت عرفي حالك مالك رجع على البيت ابدا. ليش انا رح اخليك تفرح بهيك يوم تاج راسي؟ شو انا مجنونة لاطلع مرة تانية؟ شلونك حبيبتي؟ صدقيني ما غبتي عن بالي لحظة، حتسألي جوزي؟ إيه راح، ليرجع اسألي بدون ما اسأله. بعرف انك بتحبيني كثير، ويوم اللي عرفت انك وافقتي على جوازي من عجاج اطار عقلي من الفرح. سألي ابي قعدت افقش وارقص كاني رح اجوز ابني. ليش انا عندي اغلى منك؟ بس انا زعلانه منك كثير. ها كثير. قديش ترجيتك لحتى توافقي على جوازي؟ مو زعلت مع جوزي من تحت راسك؟ ليش ما وافقتي لحتى حردت عند اهلي؟ كنتي خجلانه مو هيك؟ لا بس قعدت حسبتها ولقيتي حسبتي مزبوطة، حتى تعرفي قديشني راكدة ورا مصلحتك. بتحبي يساعدك بترتيب الشنطة؟ لا ايه، ليجي تاج راسي هو اللي بيطالعهم. لك مو هو اللي حطهم بالشنطة، هو اللي بيطالعهم وهو اللي بحطهم مطرحهم. ليلي كيف لقيتي عجاج؟ ظريف ما بوشي. ايه ظريف وبس، إيه عليه وش. اللهم صلي على النبي، ان شاء الله بتتهني فيه. ألف مبروك يا ستي. الله يبارك فيكي. ليلي تعرفتي على مرته؟ ايه. وحلوة؟ حلوة كتير، اللي بيشوفها ما بيقول جايبة ست بنات. يعني شفتيها وقعدتوا حكيتوا مع بعض؟ ايه. احكي لي. مرحبا مازن. اهلين معلمي. مازن. نور معلمي. انا رح اغيب كم يوم عن المحل. خير ان شاء الله معلمي، مشان تتجوز؟ لا، مشان اشتري البيت وافرشه وبعدين اتجوز. ايه الف مبروك معلم. الله يبارك فيك. ديروا بالكم على المحل، الله يرضى عليك. بتأمر معلم. يلا خاطرك. الله معك، مع السلامة. تفضل. اخي ابو عصام. نعم. خليني اكتب لك سند بالمبلغ احسن. اخي ابو قاسم احنا اخوات وجيران، في بيناتنا ورق وسندات. ورق. الف شكر. عفوا يا اخي. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع السلامة. ألف مبروك يا أبو تحسين. الله يبارك فيك. تتهنى بالمحل إن شاء الله. الله يبارك فيك. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي عقدك جاهز، وهي مفاتيح البيت. شكرا. تفضل. وهي مصاريك، المبلغ اللي اتفقنا عليه والباقي على الفراغ. مبروك. الله يبارك. إن شاء الله ألف مبروك بجواز الذهب. شكرا. حياتي صديق مخلص يا ابراهيم. إلك أنا من إيدك هي لإيدك هي ولو. يلا أنا تسمحوا لي. السلام عليكم. يلا ابراهيم. لا لا معلش، روح أنت اسبقني. أنا اليوم عازم عندي بيت حمايلي، شوفك المسا بالقهوة. ماشي. السلام عليكم. الله معك أبو قاسم. أهلين. الله معك. ناولني. تستاهلوا. قديش هدول؟ 10,000. شو هي 10,000؟ يا هدول بتردن على جوعتك. شو مفكرني ولد؟ جايب لك زبون نائف من ورا 100,000 ليرة قعدك مسيونك. ناولني. هوت. سلام. شو هالناس هي؟ شو؟ ما عرفتني؟ لك أنا صاحبك إبراهيم. شو بقى؟ إبراهيم؟ إيه إبراهيم. مو بس أنت ما عرفتني، ما حدا عرفني بكل القهوة، حتى مرتي ما عرفتني لما رجعت على البيت. وأنا فعلاً ما عرفتك. لك شو عامل بحالك؟ إيه سيدي، مبروك علي وعبال عندك. على شو؟ لك إجاني الولد السادس. اخيرا ولدت. ايه الف الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الف مبروك. الله يبارك عمرك يا سيدي. ولدت لانه كانت حاسبه غلط. لما رجعت انا على البيت لقيت الدايه عندها،
أما شو داي يا أبو ياسين؟ بتقول بسم الله وبتحط إيدها على بطن الحامل وإز بينزل الولد. شو هالحكي؟ إذا ما بتصدق صار عنا يا أخي هالداي كأنه الله خلقها لتولد ولد وبس. شو اسمها هالداي؟ اسمها ياسين. هاد يا سيدي بعد ما نزل الولد وطمنت عليه نزلت لك على السوق وشلحت ثيابي القديمة وتركتهم عند البياع ولبست هدول. شو رأيك فيهم؟ وجي هدول؟ ومنين جبت مصاري؟ ياسين الله ما بيقطع يا سيدي. كان يديني على واحد صاحبي اليوم جاب لي اياها. صحيح تفضل غير ديناتك اللي بدك اياهم مني. كتر الله خيرك شريف. شكرا. العفو. ابراهيم انت شو بتشتغل؟ اوه كمر بدي لك. انا بشتغل حارس بنائي فيها محلات تجاريه وبيوت سكنيه. انت قلت لي هالحكي؟ لا اله الا الله. شو جواز جديد اللي حسيت لك ذاكرتك؟ حلو الطعم ها؟ شوف لي شلونه بجنن. ابراهيم انا من زمان بدي اسالك سؤال وعم بنسى. اسالك ابو قاسم اسال خذ راحتك. قديه صرنا بنعرف بعض؟ يعني من 20 سنة واكثر من ايام الدراسه. لا قصدي قديه صرنا بنتقابل بشكل مستمر؟ ما عم بفهم عليك. نحن بنعرف بعض من ايام الدراسه صح؟ صح. وكنا صاحبي كتير وانت كنت ظريف ودمك خفيف واخلاقك عالي وان شاء الله لهلا. المهم ما عاد شفتك هيك لقبل 5-6 أشهر. مزبوط؟ مزبوط. وبالعلامة انت كنت اول مرة بتفوت فيي على القهوة. اطلعت فيي قمت ما تذكرتني. قمت انا ذكرتك بحالي. قمت انت تذكرت صح؟ ها هذا اللي بدي اوصل. انت من كم سنة بتفوت على هالقهوة؟ هو بدك تقول من شي 6 سنين واكتر. 6 سنين واكتر. معقول ما لك صاحب بهالقهوة؟ معقول ما حدا بيسلم عليك ولا بتسلم على حدا؟ يا ابو قاسم انا كنت سلم على الكل والكل بيعرفني. بس بعد فترة اكتشفت انه معظمهم نصابين بل هموطيين. قلت لحالي يا ولد شو بدك بوجهة الراس هاي؟ قمت قطعت الكل فرقطة. هلا هن بيحاولوا يحكوا معي بس انا مطنشهم. بس انت الوحيد اللي لهف له قلبي. ليش؟ لانك طيب وقلبك لله مو مثل هدول الحوش اللي حوالينا. إيه انا مستعد اقدم لك رقبتي. ايه سيدي امتى بدك تفرج البيت؟ يعني ضروري الغدا بالمطعم؟ هذا ابني عجاج وين سرحتي؟ ما سرحت. لا بلا سرحتي. كنت عم فكر. بشو عم تفكري؟ يعني ما تحكي. عم فكر انه استعجلنا. استعجلنا بشو؟ قصدي ليش ما نخطب هلا وبعد ما نتعرف على بعضنا منيح نتجوز؟ هلا بعد هالعمر بدنا نتعرف على بعض؟ لا يا ماجد. ايش رحنا مراهقين بدنا فترة تجربة. بس هي جوازة عمر يا ابو قاسم. طبعا جوازة عمر. لكن جوازة يوم وليلة. خايفة نكون هلا بعد ما اشترينا البيت وفرشناه عم تقولي هالحكي؟ ايه هي عم تتدلل امي. انا شايف هالشي بوشها. لا عم اتدلل ولا شي. بس لا بس ولا مس. مثل ما اتفقنا بأول الشهر الخطبة وكتب الكتاب والعرس وبكره نازلين نشتري الذهب. خذوني معكم. لوين بدنا ناخذك معنا؟ على سوق الصاغة. عم تحكي جد؟ أنا جاي على بالي نقيل الذهب على ذوقي. أساساً كان المفروض تورجوني البيت ونقي الفرش معكم هيك أبو قاسم هيك؟ طيب وشي ريهان؟ شي ريهان؟ بخبر أمي وبخليها تجي تقعد معها.
خلي اخكم نايمة بالزور نيمتها. شو امي مو هون؟ لا مو هون تيتي. وينها؟ اسأليها بس تجي شو بعرفني؟ ليك اجيت اسأليها. مرحبا ماما. وينك لهلا؟ صار لكم زمان راجعين من المدرسة؟ لا بابا هلا اجينا. يلا عبي راسك. ماتت منتك من الجوع، شو هذا؟ كثير طيب. رضعتها مرتين قبل ما اطلع. لك امي هي بتعرفي مرتين ثلاثين. سكتي يهمها تعي امي داي. نهنهيت من البكر نامي. شو بكشي مرت عمي؟ بعلمي على طول ضحكاني. لك يعني اضحك؟ كا 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 كا. إذا رح تضلي قلبي خلقتك هيك رح أزعل منك مرت عمي. لك أنا أبو قاسم اللي كنتي تحلفي بحياته. كنت. هلا كل هدول بده يلبسك اياهم؟ لو عم يتجوز اول مره مو هيك؟ قصدت يعني عجاج كريم كثير. مرته اللي كريمه. شو قصدك؟ مرته اللي اشترت لي اياهم. راحت معك على الصاغه؟ ايه. درتك راحت معك على الصاغه؟ ايه. عم تمزحي؟ وليش حتى امزح؟ حتى هي اللي نقت لي اياهم قطعه قطعه. شو فكرتيني مجدوبه ولا بدك تجاكريني؟ وليش لحتى جاكريك؟ هلا بدك تقنعيني انه انت ودرتك صرتوا حبايب وانه سبق وقلت لك هالحكي. أما صدقتك لأنه ما في درتين بيجتمعوا على طبخة. طبخة؟ هلأ عجاج صار طبخة؟ هلأ لا تدقي على كلامي. عن جد درتك بتحبك؟ إيه بتحبني. وأنتي؟ أنا كمان بحبها. لكن ليش ما بتسكنوا مع بعض؟ لا كل شي لحال. السلام عليكم. عليكم السلام. شو جابك في هالوقت؟ ما بتكون يعني بطلع. لا أهلين أخي. تعال متى عيونك بهالشوفة. إن شاء الله ألف مبروك يا أختي. الله يبارك فيك ويخلينا ياك يا رب. لك هدول الرجال اللي بيقدروا قيمة نسوانهم، مع أنه هي جوازتها الثانية مو الأولانية. حياة مركبة إيجل تلك التي كانت على سطح القمر. مساء الخير. عادي مرت عمي. عادي. لأنه الحديث اللي راح أحكيه مو لبناتي بس، إليك كمان. تفضلي. لطفية، إذا بدك تجيبي شريهان ما عندي مانع. شريهان ما بتفهم. يعني أنت اللي بتفهمي؟ ماشي. أنا راح أعتبركم كلكم بتفهموا. عفوا مرت عمي. أنا قصدي البنات. بابا؟ أنا قررت أتجوز أم ماجد آخر هذا الشهر، يعني بعد 20 يوم. والشرع بيحلل الزواج مرة تانية وثالثة ورابعة، بس أنا ما رح أتجوز إلا أم ماجد، وأنا ما قررت أتجوز إلا بعد ما شاورت أمكم ووافقت، وهي هي قدامكم اسألوها. بس هذا مو معناته أني أتخلى عنكم أو أهملكم أو أي شيء تاني عم يدور بروسكم أبداً. انتو رح تضلوا اغلى شيء بحياتي. انتو امكن رح تتموا بقلبي. واذا بدكن عيوني بعطيكن اياها. سلامة عيونك يا ابو قاسم. بدي هن يقولوها. قولوها ماما. سلامة عيونك بابا. ايوه بقى هدوا اللعب وبلا هالنظرات اللي عم تجرحني على الفوتي والطلعة. ابو قاسم بناتك زينة البنات. بدك تتحملهم شوي لانه هن قاعدين على خاطرهم. بس شوي شوي رح يفهموا ما هيك؟ بكره بتشوفوا. إذا ما بتحبوا أم ماجد وولادها بكون ما بفهم. وليش يحبون أو ما يحبون؟ هن بحالهم ونحن بحالنا. مرت عمي
كمان بدك تعرفهم على بعض؟ ما بكفي وقت جابت ولادها واجت لعنا؟ وبكره حييجوا كمان. بنتك لطفية عزمتهم على الغداء. عادي عادي. وبحب تفهموا شغلة انه ولاد ام ماجد رح يكونوا مثل ولادي. يعني مو مثلكم مثلكم، بس بابا هدول ابوهم ميت، لازم نحبهم ونراعيهم. خلص ابو قاسم، ولكن لك فكري، انت اترك هذا الموضوع علي. صحة صحة. زور طيبة. ليه؟ غازاتك، إن شاء الله بيعيشوا هالإيدين يا رب، كثير ظريفة. بكرة بس تجي تعملي لي زيارة بعمل لك طبخة ظريفة. بعد الطبخة كثير ظريفة. خلينا ملوخية. مشان شو أبو وارتي أمري، مشان الحموات، شو بحماتك تشتري. يلا. شبعت مرة ولا كمان؟ تعي حبيبتي تعي. تسألي كمان؟ يو إذا على أمي ما سألت على مين بدي أسأل؟ فرحانة لأنه جوزك عرسه بكرة؟ أمي مو عرس، حفلة صغيرة، حفلة صغيرة للأهل. إن شاء الله مالك رايحة؟ إيه. ليش أنت رايحة؟ يو عرس جوزي، معقولة ما أحضر؟ هلا؟ هلا البيت اللي اشترى جوزك كاتبه باسمه؟ طبعا. شو مجنونة؟ مجنونة أنت؟ ليه بقى؟ فرضي انك ما جبتي له ولد. ايه. فرضي ارادة رب العالمين هيك. ايه. شو تقبريني معناها حيطلقك؟ معقولة تتطلقي بدون ما تكوني ضامنة حقك؟ شو هي حقك؟ كل بيت. خليه يكتبوا باسمك. على الاقل اذا صار ما صار تقبريني بيكون في بيت تتقوي فيه انت وولادك. حياة. لا تفهميني غلط. بتعرفي؟ الحمد لله اللي رح اترك البيت اللي انت فيه. والله يعين اخي عليكي. Thank you.
وقبال لما يجينا قاسي. ليش حتسميه قاسي؟ كيف؟ مو مرتك لطفية اسمها أم قاسم؟ اي والله صحيح. يا ستي نسميه عادل، أدهم، أي اسم بتختاري. حلو البيت ما؟ حلو أصحابه. أنت أصحابه. أي خير؟ خير شو في؟ ما عندي. هلا ما كان فيكي شيء؟ ما بعرف، يمكن من المحلاية اللي أكلتها. المحلاية ما بتواتيني. طيب ليش لا تاكليها إذا ما بتواتيكي؟ يعني معقولة عرسي وما أكل في محلاية؟ شو يعني؟ روح جبلك دكتور؟ لا، روح نام عند مرتك وبناتك. شو هاد؟ يا أبو قاسم، أنت شايفني قديش تعباني؟ يا حبيبتي يا روحي، لأنك تعباني لازم أبقى معي بالبيت. لا معليش، روح نام ببيتك هداك. لك أنت شو عم تحكي؟ يا أبو قاسم، مرتك لطفية تعبت معي وفرحت لي كأنها عم تجوز بنت من بناتها. قديش بتلاقيها حلوة منك إذا رحت نمت عندهم الليلة؟ أنت صاير لعقلك شي يا مخلوقة؟ أبدا، أنا عقلي ما في شي. لك ليلة عرسي وروح نام بهداك البيت. وهذا القصد. قديش حتكبر بنظرها ونظر بناتك؟ بناتك اللي حيشوفوا ابوهن اللي تجوز اليوم ترك عروسته الجديده واجا ينام عندهم، قديش رح يحبوك. هلا انت عم تحكي جد؟ طبعا عن جد. اي وقت مرتك بتوافق انك تتجوز عليها وبتحضر عرسك على مرتك الجديده، ما بتستاهل انك ترد لها الجميل؟ لك ايه، بس مو بهيك ليلة. بالعكس يا ابو قاسم، بالعكس، هذا موقف ما رح ينسوه لك يا طول عمرهم. انت معدتك ما عم تجعك وما فيكي شيء. اي شلون ما عم تجعني؟ حاسه حالي عم اتقطع تقطيع. اخ يلا حبيبي يلا. بوجداني بتلاقيها حلوه بحقي، روح نام بهداك البيت ليله عرسي. ليش انت رح تقول لهم انك رحت تنام عندهم الليله لاني مريضه؟ لا، قل لهم انا استاذنتها مشان نام عندكم الليله. ولا قال لك لا تقول لهم انا استاذنتها، قل لهم انا حابب نام عندكم الليله. لك فهميني شو اللي عم يصير؟ اللي عم يصير خير. يلا حبيبي لحق بناتك قبل ما يناموا وخليهم يشوفوك مشان يعرفوا قديشك بتحبهم. يعني ما في امل تطيب معدتك؟ ما في امل، معدتي وبعرفها بدها يوم وليله للطيب. شو ها؟ يوم وليله؟ خلص تعا بكره واهلا وسهلا فيك، بس لا تنسى بتمرق على بيت اخي وبتجيب لي ماجد وامجد. يلا حبيبي تصبح على خير. تلاقي الخير. Thank you.
مساء الخير. شلون هيك جاي تنام عنا؟ ليش هذا مو بيتي كمان؟ بلا بيتك حبيبي، بس الليلة عرسها لأم ماجد، شو بدهم يحكوا عليها الناس؟ أنو ناس؟ ما حدا بيعرف غيرها وغيركم. طيب بس ليش؟ هلا بدل ما تفرحي وتلاقيني بالأهلة والسهلة عم تفتحي معي تحقيق. لك لا حبيبي، بس أنا مالي حابة أظلم المخلوقة بليلة عرسها، حرام ما بيجوز. لفيها أم قاسي، لفيها. إيه ما بيجوز يا ستي. وجاز شو بساوي؟ ارجع لعندها يا ري. لك شو يا ري؟ فهموني، شو صاير لكم انتو التنتين؟ نحن التنتين؟ ايه انتو التنتين. هديك زعلت لأني تركتها واجيت لعندكم، وانتي بدك ترجعيني لعندها. لك ايه شو مفكريني طابة؟ كل وحدة بدها تشوفني شكل؟ تضحكي؟ بعدين تعي لقلي، أنا وأم ماجد منين لوين عرسان؟ ليش الواحد بيصير عريس غير مرة واحدة بالعمر؟ ايه بيصير. لا ستي ما بيصير، العرس الحقيقي بيصير مرة واحدة بالعمر. أنا أخذت نصيبي منه وهي اخذت نصيبها، خلصنا. ايوه بدي هالضحكه بالذات. يوميت اهلين وسهلين. اهلين ابو قاسم. يا ميت اهلا وسهلا. هلا تفضلي. يسلم هالايدين. ايديكي هالهديه من لطفيه. صحيح مصاري مني، بس هي بصمتها من ورا ظهري. ان شاء الله يا ربي من كافيك فرحتك ببناتك. ذوقك حلو ما بو شي. ذوقي ايه؟ نص البيت ذوقي. يا ميت اهلين وسهلين. يا ميت اهلا وسهلا. يلا انا نازل اشتري شوية فواكه، اذا لازمك شي احكي من هلا. حاكم مالي خلق على الطلعة والنزلة. ما بدي غير سلامتك يا أبو قاسم. بس شو مالك رايح على المحل؟ ولي نسيت المحل كمان. وانتو تو مع بعضكم مثل ما بدكم، بس وينكم؟ حكي علي ما في. لا تذكروا اني انا زوجكم وانتو كنتو. خلاص ما رح نحكي غير عليك. هي عليكم. يا ميت اهلين ام قاسم. كيفك؟ اشتقت لك. اشتقت لك. العافيه الحمد لله ماشي الحال، بس ما نكون هيك ضايقناكي بالزياره. ها شو هالحكي؟ ما بدي اسمع هيك كلام بنوب، انت دائما بالقلب يا ام قاسم. لا مت قلبك ما احلاكي تقبريني، بس مع هيك مالي رح اطول. ما بيصير اليوم ما في طلعه من هون غير لتتغدي عنا. لا تقبري قلبي ما بقدرها، لانه حاطه نسرين وشريهان عند امي، وبعدين هلا بيجوا الاولاد من المدرسه وما بيلاقوني بالبيت، بيتضايقوا كثير. ايه بالله شو هالحكي هذا؟ مثل ما عم قل لك. تعي نحكي على ابو قاسم. اهلا اهلا ابو قاسم. شو جابك لهون؟ كنت عندك بالبيت سالت عنك ما لقيتك. شو بقى خفت؟ اطمن ما في شيء. اشتقت لك بس. قد صار لي ما شفتها؟ قديش؟ تقريبا يعني من وقت جوازك الثاني، يعني من شي شهرين. وينك انت؟ وين بدي اكون؟ بالبيت. لانه بيت منه؟ يا هاد يا هاد. طيب شو رايك؟ تقبل عزيمتي على كاسة شاي بالقهوة؟ لا بطلت اعرف القهوة. والله معك حق، بس تعرف اقسم بذات الله اني اشتقت لك. تشتاق لك العافية. طيب روح شربنا فنجان قهوة. شرف شرف. تصدق يا ابراهيم كاني عايش بحلم. لك التنتين مثل السمن على العسل.
هيك.